يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أحذر الناس من شرب الخمر بأن أقول لهم هناك شخص يشرب الخمر ووقع على أمه، وهكذا من مثل هذه التحذيرات؟ يكفي أنك تذكر ما ذكره الله في الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب، جب ما في القرآن، وجب أن الله أوجب الحد على شاربه وأنه يؤثر على العقل، وأن أما أنك تقول وقع على أمه وكذا، هذا من إشاعة الفاحشة. نعم، فالخمر فيها وعيد شديد، مثل لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، تجيب هذا وتجيب أن الخمر سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة، من شربها في الدنيا لم يشرب من خمر الجنة، إلى غير ذلك من الوعيد. وتقول إن الخمر تذهب بالعقل الذي هو أشرف شيء في الإنسان، فإذا ذهب عقله فلا يتحاشى أن يقع في المحاذير، يقتل أو يسب ويشتم أو غير ذلك منها، لأنه ذهب عقله. نعم، يقول فضيلة، ولهذا يقول ابن الوردي، يقول واترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، يعني تحول من عاقل إلى مجنون، هذا من الانتكاس. نعم.